باليا من الدستورية موضوع متابعة في النشرة. 15,000 شخص لهم صفة متبرع حسب تقديرات الشرطة الفنية، و 1525 شخصا على قائمة الانتظار للانتفاع بزراعة الأعضاء. في الشرق الأوسط، مقاتلو حزب الله يواصلون التصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني، وجلسة بمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث سبل وقف إطلاق النار. تنتهي اليوم فترة تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي تمتد على 3 أيام، وأكدت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلة العبروجي في تصريح للأخبار، أكدت أنه لم يرد على الهيئة حتى منتصف نهار اليوم أي طعن. هي حدود اليوم، معناها منتصف النهار، لم تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي طعن في خصوص النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. الأجال هي 3 أيام، طبعا اليوم هو اليوم الأخير، تنتهي الأجال في التوقيت الإداري. بطبيعة الحال إذا لم تلقوش حتى معناها طعن، عندنا أجل 48 ساعة يلتئم مجلس الهيئة ونصادق عن النتائج بصفة نهائية، ويقع إثر ذلك نشرها بالموقع الرسمي للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبعد إعلانها النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتنظيم جلسة عامة ممتازة مشتركة يؤدي فيها رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. المدرس والباحث في القانون العام ناجح سالم يوضح للأخبار ترتيبات هذه الجلسة. هذه الجلسة سيؤدي فيها رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوري أمام أعضاء المجلسين، لكن في مقر مجلس نواب الشعب وبرئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، وينص على ذلك ليس الفصل 92 من دستور 25 جويلية 2022، وإنما الفصل 22 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الذي ينظم علاقة مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. رئيس الجمهورية مدعو بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج النهائية بأداء اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. ويشار إلى أن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتمع بداية هذا الأسبوع للنظر في الاستعدادات للجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب. التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة محور الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة الذي ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة. الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة الشيخ راشد القاسمي يتحدث لمريم الغربي. نهدف نحن من خلال هذا الملتقى للاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المالية العامة، وأيضا تبادل الخبرات والتجارب التي تخدم المالية العامة. ولا يخفى على الجميع أهمية هذه التقنيات ودورها في تطوير المالية العامة وزيادة الكفاءة والشفافية والشمولية في المالية العامة. نحن في العالم العربي يمكن شوية نفتقر هذه التقنيات في بعض الدول، ولكن نرى في دول أخرى أن بدأوا في تطبيق هذه التقنيات وصارت عندهم بيئة بلا ورق نهائيا، وطبعا خدمتهم هذه في الأوقات الصعبة مثل جائحة كورونا. صار جميع الموظفين يعملون عن بعد بدون أي تقصير في واجباتهم اليومية. أيضا لاحظنا من خلال هذه التقنيات الزيادة في الكفاءة والشفافية والشمولية، وأيضا لاحظنا في نفس الوقت أن صارت العمليات أسرع ومتطورة أكثر. توقع المدير التجاري بالديوان الوطني للزيت معز بن عمر ارتفاعا في صابة زيت الزيتون للموسم الحالي تقدر ب 340 ألف طن من زيت الزيتون. وأوضح معز بن عمر لدى استضافته في برنامج يوم سعيدة أن أسعار زيت الزيتون في تونس قد تشهد تعديلا نحو الانخفاض.
التقديرات الصعبة هي في حدود 1.7 مليون زيتون، تعادل 340 ألف طن من زيت الزيتون. إذا كان فما ارتفاع في الانتاج العالمي وإذا كان فما أسعار قياسية، يعني طبيعي كونه يجي يكون فما تعديل على مستوى الأسعار، تعديل نحو الانخفاض. يعني اليوم ما نجموش نحكي ولا انخفاض حاد وتراجع حاد، لكن نجم نقوله راهو طبيعي وهذا توجهات أسعار كونه بش يكون فما نوعا ما من التعديل، على خاطر وقت يبدأ عندك انتاج في تحسن، ولو تحسن مهوش معناته هو تحسن 24% هو تحسن يعتبر ملحوظ لكن ليس هام، لكن هذا من شأنه باش يأثر على الأسعار نحو الانخفاض. يعني هو فما توجه، احنا شو نقوله احنا كنا يعني من موسم كنا في 15، من موسم تعدينا 25-24، احنا طبيعي سنة تقريبا مش نكونوا ما بين 15-25، لكن التوجه العام هو التعديل في الأسعار على مستوى السوق العالمية. شعار الصحة النفسية في مكان العمل، تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في وقت تواصل فيها منظمة الصحة العالمية إبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل وما تتيحه الظروف الآمنة ووقاية الصحة النفسية للعامل من فرص التميز وجودة الأداء والإنتاجية. فما المطلوب لتحسين الصحة النفسية في المحيط المهني وما أهميته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؟ أحلام الجسمي. تكتسي الصحة النفسية أهمية كبرى في حياة الناس عامة وتنعكس على علاقاتهم وأدائهم، وترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل، وتبدأ الصحة النفسية بالفرد لتنعكس على المجموعة وفق ما توضحه الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليمة. توازنك الاجتماعي والنفسي والشخصي، لخاطر كان الفرد مرتاح باش يكون في وسط المحيط نتاعو، يعرف كيفاش يتفاعل مع الزملاء نتاعو. كان الإنسان مش مرتاح باش يولي سلبي، مش معناتها مهتم، عندها قلق، عندها غش، عندها غيرة، ما نعرفش مشاكلها العائلية تخليها مع روحها ماهيش مرتاحة، تولي تعمل ردة فعل على الآخر. وأسا بيدها لازمها توفر تكوين معرفي نفسي، كما فما طبيب الشغل نجم يكون أخصائي أو طبيب نفسي، فروز هذا أنشطة ترفيهية ولا أنشطة اجتماعية، مع أنه كل واحد يخدم خدمته، مش نخليه بعضنا في ضغوطات. الكلمة الباهية مهمة، الكلمة اللي فيها تشجيع مهم، زاد النقد البناء زاد مهم، تحسن مهاراتك باش تقوي أهدافك. كل إنسان يعرف حقوقه ويعرف واجباته، وزاد تعبت حسيت روحك مردودك نقص، تنجم تعمل راحة ترجع طاقتك. من جهته يوضح الدكتور في علم الاجتماع بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بالعيد أولاد عبد الله تداعيات الصحة النفسية في محيط العمل على العلاقات المهنية والأسرية والاجتماعية عامة، فضلا عن انعكاسها على المردودية. العمل هو ميزة إنسانية، عنده أبعاد مادية لأنه هو يجيب لنا الأجر، أيضا عنده أبعاد صحية، الصحة النفسية والصحة الجسدية. لأن أهمية الفضاء المهني عندما يكون فيه نوع من الراحة، يحترم كل الظروف اللائقة بالنسبة للعمل، يعطينا جسد عامل يكون سليم، ذهنية تكون مركزة، راحة نفسية وراحة جسدية بالنسبة للعمل، يكون عنده تأثيرات كبيرة جدا على المردودية في العمل، يكون عنده تأثير أيضا على مستوى العلاقات المهنية، وأيضا تداعيات إيجابية على العامل نفسه، على الأسرة والمجتمع. وإزاء ما تظهره الأرقام على الصعيد العالمي من أن الاكتئاب والقلق يؤدي سنويا إلى فقدان نحو 12 مليار يوم عمل، كما تنجر عنه تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة، تتزايد أهمية الحرص على الصحة النفسية في محيط العمل وتعزيز الظروف الداعمة للراحة النفسية. قالت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء المكلفة بتحسيس بثينة زناد، قالت إن العدد الجملي للمواطنين التونسيين الذين لهم صفة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية يبلغ اليوم 15,000 شخص حسب تقديرات الشرطة الفنية، مشيرة إلى أن قائمة الانتظار للانتفاع بزراعة الأعضاء تضم حاليا 1,525 شخصا. المشرع التونسي في القانون عدد 19
حتى فرصة للمواطن باش هو في حياته يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعه باش كيف يموت لطف عليه ولا يقدر بطريقة موت دماغي ينجم معناها القرار يكون هو خذاه يخليش عائلته في احراج. احنا في 2021 كانوا عندنا 13,000 مواطن كاتب متبرع على بطاقة التعريف. كثفنا حملية التحسين وعملنا مشاركة مع الشرطة الفنية والعلمية. بهذاك وصلنا البارح 15,000 تونسي كاتب متبرع على بطاقة التعريف. برشا مرضى قاعدين يستناو في قائمة الانتظار. برشا ناس يموتوا دماغيا اللي كان جاو هما موافقين. رانا انقذنا العدد هذا. بالنسبة للكلى عندنا 1525 مريض لحد اليوم مقيدين في قائمة الانتظار شيخ الكلوة. بالنسبة للقلب والكبد عندنا قائمة كبيرة خاطر الناس يموتوا وبود عام عام وشوية يتوفوا إذا كان يزرعوش العظيم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في الشرق الأوسط وعلى وقع تصاعد المواجهات المستمرة منذ أسبوعين بين الكيان الصهيوني وحزب الله ووسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي. تفاصيل الملف في التقرير التالي مع نعيمة إدسولي. المعارك أسفرت اليوم عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في إحدى بلدات الجنوب وفق ما أعلنه مصدر عسكري إسرائيلي. محاولات الكيان الصهيوني للتوغل تتزامن مع تكثيف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى عدة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. مصادر لبنانية أعلنت اليوم استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية في مدينة بعلبك فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المنطقة الحدودية مع سوريا على مستوى منطقة الهرمل اللبنانية بسلسلة من الغارات. كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية أن 5 من عناصرها استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركزا تابعا لها في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قياديين 2 في حزب الله في غارتين منفصلتين على جنوب لبنان. حزب الله كثف من جهته عملياته مستهدفا عدة مواقع إسرائيلية من بينها مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومنطقة الجليل الأعلى، ما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الإسرائيليين. كما أعلن قصف تجمع لجنود إسرائيليين في منطقة في الجولان السوري المحتل. تصاعد المواجهات بين الجانبين يأتي في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي اليوم عقد جلسة لبحث الوضع في المنطقة. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي استبق جلسة المجلس بالتأكيد على تكثيف التحركات الدبلوماسية بهدف السعي مجددا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب والتحركات الدبلوماسية قابلتها إسرائيل بمزيد من التعنت. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية استشهد 35 فلسطينيا على الأقل في قصف وغارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 22 منهم استشهدوا في مجزرة استهدفت مدرسة تأوي نازحين بدير البلحة. وكان الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، خلفت 55 شهيدا وحوالي 170 جريحا. وفي إطار ردها على العدوان الصهيوني أعلنت كتائب القسامة خوض اشتباكات عنيفة مع قوة صهيونية شرق معسكر جباليا شمالي القطاع وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وتدمير دبابة للاحتلال في حي الزهرة غربي المعسكر. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هيئة الانتخابات تؤكد عدم ورود أي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن. وترتيبات الجلسة العامة الممتازة لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية كان موضوع متابعة في النشرة. 15,000 شخص لهم صفة متبرع حسب تقديرات الشرطة الفنية و1525 شخصا على قائمة الانتظار للانتفاع بزراعة الأعضاء. في الشرق الأوسط مقاتلو حزب الله يواصلون التصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني. وجلسة بمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث سبل وقف إطلاق النار.
مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي نفيسة حسني.